السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا طارق الحميد يحييكم عبر برنامج الموقف. كما يسرني أن أرحب بمستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض. ضيفي وضيفكم هو الدكتور عبدالعزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، وذلك للحديث عن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية أو عودة العلاقات السعودية الإيرانية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك يا هلا. هذه حلقة سنستفيض بها وأنت من خيرة الناس اللي يمكن أن يفيدونا. العفو، شكرا. حدثني عن هذا الاتفاق ولماذا الآن؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك ولمشاهدينك في كل مكان. لابد أن نبدأ بأن هذا ما تم الإعلان عنه هو نتيجة لحوار استمر سنتين، أكثر من 5 اجتماعات في عقدت ما بين بغداد وعمان. وهذه الاجتماعات ركزت في بداية الحقيقة على قضايا أمنية أساسية تهم الجانبين واستخباراتية. حضر معالي الأستاذ خالد الحميدان رئيس الاستخبارات السعودية هذه الاجتماعات، وحضرت بوفود لجولات بغداد، الجولات بغداد وعمان. نعم. يعني كانت هناك جولات في بغداد وعمان. طبعا في دول أيضا استعدت أن تقدم أو أن تحاول أن تسعى في إعادة العلاقة، على سبيل المثال منها تركيا وقطر أيضا، هذه قدمت محاولات يعني في ذلك الوقت، ولكن المفاوضات الرسمية المباشرة التي تمت بين الطرفين تمت في هذا التوقيت. طبعا لابد المعروف العراق وعمان، لا العراق وعمان كمواقع الاجتماع وتواجد فيها، لكن أيضا قطر ساهمت في مرحلة معينة، وتركيا أيضا استعدت وأعلنت، وهذه موجودة على إعلانات رسمية من الجانبين. لكن سبق هذه الاجتماعات حقيقة ما يسمى بالمسار الثاني في اللقاءات، والمسار الثاني هو المسار غير الرسمي الذي يبحث في أوجه الالتقاء والاختلاف بين الطرفين، وربما يكون هو تحضيرياً للمسار الأول الذي تنتقل إليه الخلافات. ليس إلزامي، المسار الثاني دائماً يكون بعلم ولكن ليس بالضرورة بمباركة أو موافقة مسبقة، غالبا يكون على مستويات الأكاديمية أو البحثية، غالبا يكون الهدف منه هو بحث التفاصيل والنقاط. ولكن على كل إن هذه يعني نقطة، ما هي مشكلة. النقطة الأساسية أنا بالنسبة لي أن 9 ديسمبر إعلان قمة الرياض الصينية الخليجية العربية السعودية تطرقت في 3 بنود لها حقيقة عن الأمن الإقليمي في المنطقة وعن البرنامج النووي الإيراني، فكان لأول مرة الصين تدخل بهذا الخط، لأنها دائما العادة تعودت أن يكون معظم اللقاءات تبعها ومعظم البيانات الرسمية ومعظم اللقاءات التي تتم تناقش قضايا التنمية والاقتصاد والطاقة، لكن دون أن تتطرق للبعد السياسي. في هذه القمة كانت القرارات أعتقد إذا ما خانتني الذاكرة 9 و10 و11 و12، يعني 3 أو 4 قرارات ركزت على هذا الجانب، بما فيها قضية الجزر الإماراتية، الأمر الذي أزعج القيادة الإيرانية في ذلك الوقت، واستدعت السفير الإيراني، ولكن إيران شرحت موقفها بأنها الصين شرحت موقفها لإيران. كان هنالك زيارة للرئيس الإيراني إلى الصين، وخلال هذه الزيارة تمت المناقشة. فالدعوة لعقد الاجتماع 6 والمهم أو الوصول لهذا جاءت برغبة وبطلب صيني حقيقة. تمام. هو السؤال، هل هي العملية إعادة العلاقة أو تقييم العلاقة؟ تمام. لأنه إيران رغبتها كانت في إعادة العلاقة الدبلوماسية، المملكة رغبتها كانت في تقييم العلاقة، بمعنى أن هنالك أجندة وقضايا فيما بيني وبين إيران. هل لذلك اشتمل البيان على 2 شهر؟ لا، البيان اشتمل على 2 شهر لإعادة العلاقة الدبلوماسية. طبعا كان هنالك تحفظات أمنية لدى المملكة حول مدى قدرة إيران على توفير الحماية المطلوبة. قبل ما نجي لهذا، أنا لما سألتك من البداية إنه لماذا الآن، هذا يعني ما لا الموضوع. لا، الآن له سببين أساسية. أي يعني بالنسبة لإيران، إيران تكلم عن سنوات، هذه القطيعة. إيران شعرت أنها أولا بمعزل، ومعزل كامل وحالة يعني عزلة كاملة، فهي أرادت من هذا فك العزلة التي بالنسبة لها. وعلى فكرة يعني أول ردة فعل إيجابية في الداخل الإيراني هي كانت ارتفاع السعر الصرف العملة 10% في يوم واحد. نعم. فهذا كانت ردة، فهي أرادت أن تخرج من هذه العزلة الدولية والإقليمية. تمام. المملكة بالنسبة لها هنالك قضيتين، هي أرادت أيضا أن تعيد ترتيب علاقاتها الإقليمية. هي أعادت العلاقة مع تركيا بعد أن تراجعت تركيا عن كثير من مواقفها وحسنت علاقتها مع المملكة وزار الرئيس أردوغان. هي أيضا تنظر في إعادة ترتيب العلاقة مع سوريا. هي حينما جاء موضوع إيران وإعادة العلاقة الدبلوماسية التي قطعت في يناير 2016،
أيضا لم تمانع، ولكن كان لديها تحفظ المملكة في السابق في هذا الجانب. فالمملكة أيضا هنالك أحد السيناريوهات المحتملة واحتمال توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، هي لا تريد أن تكون جزء من هذه الضربة، ولا تريد أن تستخدم أراضيها وأجواءها في إذا كان هنالك أي عمل عسكري من هذا الجانب. هي تريد لإيران، ودائما أعلنها سمو ولي العهد الله يحفظه بأن نريد إيران مستقرة وآمنة وجارة، تمام، لها حقوق وعليها واجبات، لا تتدخل في الشأن الداخلي، تحترم علاقة الجوار. فهذه النقطة يعني نقطة مهمة تمام في هذا الجانب. فإيران أرادت أن تخرج من العزلة، والمملكة هي نهج سياسي الآن نحو التوازنات التي تلعبها سواء إقليميا أو دوليا في علاقاتها، وكانت مهمة، وأيضا لا تريد أن تكون في طرف في أي نزاع عسكري لا سمح الله يمكن. ما هي أبرز مطالب المملكة؟ المملكة لها مجموعة مطالب، وهذا سؤال متميز، شكرا أنك سألته. لأنه أولا تحفظات المملكة هي السياسة التدخلية الإيرانية، بمعنى أن إيران تتدخل في الشأن العربي مباشرة، تمام، وهذا شيء أمر غير مقبول، وسبق أن أعلنت المملكة هذا الأمر يعني مرارا وتكرارا. السياسة التدخلية قادت إلى سياسة توسعية، بمعنى الوجود في لبنان، الوجود في سوريا، الوجود في اليمن، الوجود في العراق، الوجود في كذا، هذا كل السياسة التوسعية دون أن ترسل جنود، وإنما استطاعت أن تؤثر على الأنظمة السياسية الموجودة هناك فتنفذ المطالب والسياسات أو عبر الميليشيات. طبعا وجهة النظر الإيرانية لابد أن أخذها. إيران تقول أنا ما قلت لهم، هم اللي حابين يتعاملوا معنا، مثل ما كان عبد الناصر يقول أيام الناصرية أنا لم أشجعهم، هم يريدوا أن يكونوا ناصريين، فهؤلاء الدول ومن الأحزاب اللي فيها هي تريد أن تكون. النقطة الثالثة أيضا والمهمة، دعم إيران لتشكيل الميليشيات. هي لم ترغب في التعامل مع الدول كسياسة أساسية وثابتة، ولكنها تعاملت مع الميليشيات في كل مكان، في لبنان، في اليمن، في سوريا، في العراق، الحشد الشعبي، وما يعني كل التشكيلات التي قامت بها في المنطقة شكلت ميليشيات، زائدا السياسة التدخلية والتوسعية هو لبسط النفوذ والهيمنة في المنطقة. هذا ما أرادته يعني بشكل عام. نقطة أخرى مهمة، نحن نرى في أمن الإقليم بالنسبة لنا في المنطقة بناء قدراتنا العسكرية، ولكن لنا علاقات استراتيجية مع شركاء غربيين. هي لا تريد هذا الوجود الغربي، وترى أنها هي من يجب أن ينفرد بالأمن الإقليمي في المنطقة. نقطة أخرى ثانية أيضا ومهمة فيما يتعلق بموضوع السياسة النفطية، هنالك أيضا تباين يعني في هذا الجانب، ولكن يبدو مع تحسن الأسعار تتقلص يعني هذه الإشكالات. الأمن البحري وأمن الممرات المائية، يعني المملكة ترى أن هذا يعني عنق زجاجة بالنسبة لنا، نعتمد على ثلاثة مضائق مهمة، مضيق هرمز وهي موجودة أمامه، مضيق باب المندب، وقناة السويس. والتواجد الإيراني الذي وجد في البحر الأحمر كان يمثل أيضا أنواع من التهديد، دعمها للميليشيات الحوثية أيضا فيما يتعلق بالتهديد المائي. أمن الطاقة، هي من قام بقصف منشآت الطاقة السعودية دون أن يقدم لنا حلفائنا الأدلة المادية التي نستطيع أن نقاضي بها دوليا، واكتفوا بالقول أن هنالك قطع غيار وجدت في الموقع ربما يعتقد أنها صنعت في إيران، ولكن لا يمكن إرسال الصواريخ بعيدة المدى الكروز دون أن يكون يعني لها رصد، ولا يمكن أيضا المسيرات تقوم بعمل دون أن يكون لها رصد. لكن على كل تم الحمد لله استطاعت المملكة أن تعيد هذه المنشآت النفطية بأسرع وقت وأن تعود إلى أسواق النفط بشكل كامل. ما دلالات أيضا العفو الاستخدام البعد الطائفي، هذه بالنقاط المهمة. أنا مواطن سعودي، يعني حينما تدخل في موضوع مقتل النمر وعمله اللي عمله وهذا اللي أدى إلى حرق السفارة وإلى قطع العلاقة، هؤلاء مواطنين سعوديين ومواطنين عرب، لا يمكن أن نسمح بالتدخل في شؤوننا باستخدام البعد الطائفي. أنا اعتقادي إذا إيران اليوم هو المهم، ماذا المهم؟ تقييم هذه الأمور، التعامل مع كل ملف المملكة ترى، فعمليا الكرة في المرمى الإيراني، لأن أنا هذه الأجندات ما هي عندي. أنا بالنسبة لي ما عندي أطماع في اليمن، ولا يوجد لدي أطماع في العراق، ولا يوجد لدي أطماع إقليمية في هذا الجانب. أنا أحتاج إقليم يعيش بأمن واستقرار، العناصر الأمنية كلها متوفرة، احترام السياسة الداخلية لكل دولة، عدم التدخل في الشأن الداخلي، وأيضا عدم استخدام العنف يعني عارف كوسيلة. خليني أقول لك شيء، في كل حلقة عملناها هنا في كل حلقة كنا نعملها هنا كنت أسألك سؤال مكرر، لماذا التصريحات الإيرانية عن ضرورة عودة العلاقات مع السعودية؟ اليوم عادت العلاقات، التصريحات الصادرة من طهران إيجابية،
على فكرة أنا بس يعني نسيت نقطة مهمة وهي البرنامج النووي. نحن لا نريد أن تكون هذه كلها أنا جايك فيها مستعد بس لك. أنا ضمن النقاط الحوارية الأساسية ولذلك أكد عليها سمو وزير الخارجية في تصريح للشرق الأوسط. صحيح تمام. ما جاية هذه قضية البرنامج النووي بالنسبة لنا. نحن لا نريد عسكرة البرنامج النووي الإيراني حتى يمثل تهديد، لأنه إذا أصبح هنالك برنامج نووي عسكري يمثل تهديد المنطقة فالمملكة لن يكون لديها خيارات إلا أن تتعامل مع هذا النوع من التهديد. طيب قلت لك في كل حلقة كنت أسألك على التصريحات الإيجابية الإيرانية، نريد علاقات مع السعوديين. الآن وقع، حصلت العلاقات أو عادت العلاقات، اليوم التصريحات الصادرة من طهران كثير إيجابية. سؤال اليوم، هل المملكة مدت طوق النجاة لإيران؟ يعني أنا اعتقادي هو يخدم مصلحة الطرفين. أولا المملكة تريد أن تؤكد على سياستها التي تدعو للأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيض أي تصعيد موجود في هذا الجانب. وإيران بالنسبة له هو هذا طوق نجاة، لأن إيران متأكدة من نقطة مهمة، وأول تصريح لوزير الخارجية قال أن إعادة العلاقات سوف يسمح بإنهاء الوضع في اليمن، يعني وزير الخارجية الإيراني هذا كلامه. تمام. هو 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 طوق نجاة لسبب، لأننا يعني لا نضمر الشر لإيران ولا نتمنى الشر لإيران. نحن كل ما نريد من إيران أن تعيش بأمن وسلام في المنطقة، أن لا تتدخل في شؤوننا الداخلية، وأن لا تبسط نفوذها فيصبح هنالك هيمنة. يعني ما كان يقول بعض المسؤول الإيرانيين إني أرى خط الأنابيب من عبادان إلى طرطوس، يعني هذه نظرية يجب أن تبتعد عنها إيران، تبقى في منطقتها الجغرافية. نتفهم المصالح ونتفهم الدوافع ونتفهم حسن الجوار ونتفهم علاقة إيرانية تركية، علاقة إيرانية عراقية، ونتفهم أن يكون لها دور. يعني هذه كلها نقاط مهمة. طيب خليني أخذ فاصل عشان ما قاطعك ونرجع لاستكمال حديثنا. مشاهدينا ومستمعينا الكرام ابقوا معنا، فاصل ثم نعود. مشاهدينا ومستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ضيفي وضيفكم الدكتور عبد العزيز بن صقر، وهو غني عن التعريف، وذلك للحديث عن عودة العلاقات السعودية الإيرانية. سؤال مباشر آخر، من الذي تغير هنا، المملكة العربية السعودية أم إيران؟ هو سؤال جيد. المملكة دائما أبدت استعدادها تمام حينما تكون إيران جاهزة للوصول إلى نتائج، وليس الحديث من أجل الحديث. ما كان يزعج المملكة إيران كانت تريد الاجتماع من أجل الاجتماع، ولكن دون أن ينتج عن هذا الاجتماع نتيجة حقيقية. أنا حتى اليوم سمعت من بعض الأخبار في إيران تمام عن رغبتهم في إعادة السفير الإيراني السابق اللي كان يعمل في المملكة تمام، وهذا يعني على الأقل هنالك حماس إيراني تمام. التصريحات لا تحصى. شوف كنا نتواصل أنا وأنت، وأنت بالسيارة وأنا بالسيارة في الطريق، وطبعا ما كنت أسوق ولا أنت كنت تسوق، كنت أحصي التصريحات الإيرانية بالأخير يعني يأست أني أسجلها أو أدونها في ورقة عشان أسألك عنها من كثرتها. صحيح. فهذا الإقبال. لكن أبا أسألك سؤال هنا قبل ما نخوض في تفاصيل أكثر. في نص البيان الصادر عن المملكة العربية السعودية، الجمهورية الإيرانية وجمهورية الصين، وجاء أن من مثل المملكة العربية السعودية برئاسة معالي الدكتور مساعد بن محمد العبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة، وكذلك معالي الأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإيرانية. لماذا مستشار الأمن الوطني؟ لأنه دائما الأمن الوطني لها نظرة شمولية هي تتبع لرئيس الدولة دائما تمام. علي شمخاني أيضا كان وزير الدفاع وسبق زار المملكة وتكلم العربية بطلاقة، ومعالي العيبان رجل دولة معروف، معالي الدكتور مساعد العيبان ومفاوض شرس على فكرة، وهو أستاذ قانون أيضا ويفهم يعني خبرته ما شاء الله خبرة واسعة وكبيرة جدا. دائما الأمن الوطني يغطي مجمل يعني قطاعات مختلفة ويرتبط برأس الدولة، فلذلك قراره يكون مربوط بقمة السلطة. التصريح اللي جاء بعد جاء التصريح التفصيلي من قبل وزير الخارجية السعودي. أنا جاي بس لأني بمهد لك ذا السؤال. هو هذا يعني لقاء مهم على مستوى الأمن الوطني. لا أنا أمهد ذا السؤال من فكرة واحدة، المشاهد والمشاهدة، المستمع والمستمعة، على مدى 7 أعوام من قطع العلاقات وقبل، لأنه هذه المرة الثانية صحيح. تقطع فيها العلاقات. صحيح. ونحن نعرف حجم الأزمة بين المملكة العربية السعودية وإيران. الآن من يشاهدنا من يستمع إلينا يسأل نفسه ما الذي تغير الآن، لماذا الآن المملكة؟ لو لاحظت كل تصريحاتها، يعني لو أبغى عد كم مرة ذكرت كلمة تنمية في حوار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أو في البيانات السعودية، يبدو أن التنمية هذه هي الكلمة السائدة اليوم.
لما نروح لحديث الأمير فيصل بن فرحان مع زميلنا زيد بن كمي في مساعد رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، لفت نظري تصريح للأمير فيصل يقول أن عودة العلاقات لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين، وهي قائمة النقاط التي ذكرناها في مضبوط. الآن روح في التفاصيل. لا يعني قائمة التفاصيل حينما يعني نبدأ بالسياسة التدخلية، إيران استخدمت دائما البعد الطائفي واستخدمت وسائل احنا نسميها منطقة في الحروب، يعني يستخدم مصطلح منطقة الحرب الرمادية، تمام، اللي هي أنظمة مخابراتية سايبر سيكوريتي، يعني تستخدم وسائل غير الوسائل العسكرية للمواجهة والقتال. ولذلك لو تلاحظ هي لم تستخدم جنودها في أي مكان، صحيح. هي استخدمت يعني ميليشيات، استخدمت يعني أعمال مخابراتية، استخدمت يعني وسائل طائفية، هي تعامل بالدرجة الأولى وكأنه مواطن شيعي تمام يتبع لها كمرجعية، وليس ولا تتعامل معهم كمواطنين تابعين لدولهم، وهذه أيضا من ضمن النقاط الأساسية. فيعني السياسة التدخلية قادت إلى سياسة توسعية، جعلت وهم أعلنوها أنه 4 عواصم عربية تتبع لنا وكذا، هو يستطيع أن يسخر القرار كان في وقت من الأوقات بشكل قوي يؤثر في القرار في سوريا، ويحول الإرادة السياسية في تلك الدول لخدمة قضاياه تمام وأهداف اللي هو يريدها. لا تستطيع أن تعين رئيس في لبنان بسبب موقف حزب الله، لا تستطيع أن تعمل شيء معين في سوريا بسبب الوجود الإيراني الموجود هنالك. في العراق التأسيس وتشكيل عناصر الحشد الشعبي تمت كلها بدعم وتأييد من الحرس الثوري الإيراني، سواء فيلق قدس أو فيلق بدر. طيب خليني أسألك، لأنه في حديث الأمير فيصل بن فرحان لصحيفة الشرق الأوسط يتحدث عن دور التنمية، يقول سألوا زميلنا في الشرق الأوسط عن المخاوف الاقتصادية داخل إيران ووضع إيران، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله: لن أتحدث عن معظم ما تطرق له السؤال، فهو شأن داخلي إيراني، لكن ما يمكنني قوله هو أن إيران دولة جارة يصب استقرارها وتنميتها في مصلحة استقرار المنطقة وتنميتها، ونحن في السعودية لا نتمنى لها إلا الخير. أما فيما يتعلق باستمرار إيران في تطوير قدراتها النووية فإن ذلك بلا شك يقلقنا، ونكرر دعوتنا إلى خلو المنطقة، منطقة الخليج والشرق الأوسط، من أسلحة الدمار الشامل. موقف السعودي لم يتغير. صحيح، الموقف السعودي فيما يتعلق بالبرنامج النووي ارتبط بقضيتين أساسية. المملكة وافقت على مضض في 2015 على اتفاقها، لكن دائما كانت ترى أن هذا الاتفاق له معضلتين. فك الارتباط بمعنى أن هذا الاتفاق لم يربط قضايا الإقليمية في هذا الاتفاق، وإنما ركز على موضوع البرنامج النووي، وأيضا لم يربط قضايا الصاروخية. الآن يريدون، الآن اكتشفوا بأن هذا الاتفاق هش وليس صلد، وأن إيران بمجرد ما ألغوا الاتفاق وانسحاب الأمريكي منه استطاعت إيران في وقت قصير أن تزود تخصيبها لنسب معينة من يعني أقل من 5% 3.67 إلى 20% إلى 60% إلى 84% وصلوا. هذا كله تم، معناته هذا الاتفاق كان هش. ليش؟ لأنه أعطاها الحق في تطوير البرنامج في المختبرات، ما يسمى R&D Research and Development، هي تطور في مختبراتها ثم تنقله إلى الخارج للتجربة. تمام. فهنا كان بالنسبة لنا المدة الزمنية 15 سنة كانت قصيرة، الآن خلصنا 8 سنوات منها. النقطة الثانية كان موضوع R&D Research and Development، الأبحاث والدراسات التي لم تحدد. المملكة أرادت اتفاق مثل ما أذيع في الأساس له وأريد له في الأساس، أن لا يمكن إيران من امتلاك قدرة عسكرية نووية، لأنه هذا سوف يمثل تهديد للمنطقة. مع الأسف الشديد لم يحقق هذا الهدف، فلذلك كانت المملكة معترضة. ولكن في الوقت نفسه المملكة رحبت بعودة التفاوض في فيينا لاتفاق لهذا البرنامج، وأكدت على أنه وجود اتفاق أفضل من عدم وجود اتفاق، لأنه عدم وجود اتفاق ربما يجعل إيران تسرح وتمرح كما تريد وتحقق أهداف أكثر وأقوى. إيران أيضا مصلحتها في الحفاظ على هذا الاتفاق بقدر الإمكان، لأنها لن تجد اتفاق أفضل من هذا الاتفاق الذي وقعته، لذلك هي متمسكة باتفاق 2015. السؤال اللي يطرح نفسه اليوم بوجود جمهوري يعني في واشنطن الآن ذو قوة معينة ويفرض إرادة على الرئيس الأمريكي لحد ما تمام. السؤال هل السيناريوهات المستقبلية سوف تكون ماذا؟ برنامج نووي مع تعديلات طفيفة، برنامج نووي مع تعديلات كبيرة حسب ما يراها الجمهوريين في واشنطن، تجميد الاتفاق لمدى زمني معين
وهذا أيضا قضية أخرى فيها، إلغاء الاتفاق بالكامل و و و ووجود اتفاق جديد، وهنالك بعض الأفكار تطرح وجود اتفاق جديد أن تلتزم دول المنطقة. على فكرة في مركز الخليج الأبحاث وليس دعاية، ولكن طرحنا أول فكرة عن وجود منطقة خليج منزوعة أسلحة الدمار الشامل في عام 2004، وشاركوا الإيرانيين معنا في الاجتماعات بما فيهم السيد حسين موسويان الذي كان مفاوضا للبرنامج النووي في ذلك الوقت. والهدف كان إنه هذه الدول في منطقة الخليج اللي هو دول مجلس التعاون والعراق وإيران واليمن هي جميعها دول موقعة على اتفاقية حظر أسلحة الدمار الشامل في 68 ميلادية. طيب. ومعظمها صدق من يعني تم راتيفيكيشن عليه. إيران في 2003 بعد الوجود الأمريكي في العراق وبعد كشف مجاهدي خلق لعسكرة البرنامج النووي اضطرت أن, 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 أن تفصح عن هذا الجانب وأن توقع على البروتوكول الإضافي الذي يسمح بالتفتيش في أي وقت وفي أي مكان مثل ما تم التفتيش في قصور صدام حسين في العراق. شكرا. خلينا أقول لك شيء هنا. الآن اتفاق النووي تقريبا في حديث أنه شبه متوفي دماغيا، صحيح. أنا هذه العبارة استخدمها. كيف تحقق من مصداقية إيران بالنسبة للمملكة العربية السعودية هذه المرة الثانية لإعادة العلاقات؟ صحيح، يعني المرة الأولى كان سبب كما تتذكر أنت موضوع الحج يعني وتم معالجة اللي هو عام 1988 صحيح في ذلك الوقت، وكانت إيران تطالب ب 150 ألف حاج في الوقت اللي الكوتا حقتها كانت 45 ألف. كانت تطالب أنها تريد المظاهرات في الحج والمملكة كانت ترفض في وقت الذروة ما بين يوم 4 اليوم 17. كانت إيران تطالب بتعويضات عن يعني اللي ماتوا في الازدحام في ذلك الوقت وفي يعني مع الجنود السعوديين كان حوالي 400 وشوية. فهذه يعني كانت المطالب الإيرانية تراجعت عنها، ولأنه لم يكن أصلا لديها قدرة اقتصادية أن تدعم 150 ألف حاج يقوموا بالحج في ذلك الوقت. على كل الآن الصورة مختلفة، الآن الصورة أمامنا تهديدات إقليمية هي الأساس في هذا الموضوع. والتهديدات الإقليمية العمل عليها يعني لابد أولا كمجلس تعاون دول الخليج العربي، للأمانة أنا أتمنى أن يكون التوافق أكبر وكبير تمام، وأن تطغى المصلحة الجماعية تمام عن المصلحة القطرية. بمعنى أنه في دول ما عندها مشكلة في العلاقة مع إيران في الوقت الحاضر، لها علاقاتها الموجودة وقائمة، هي البحرين والمملكة العربية السعودية اللي ما لها علاقة. الآن الإيرانيين يأملوا من البحرين أن تخطف، يعني بدأ المسار الثاني في التفاوض في البحرين. بدأ نعم المسار الثاني ما يسمى بالمسار الثاني وعلى مستويات متدنية، لأنه أيضا البحرين لها متطلباتها. وأهم متطلب في البحرين هو استخدام البعد الطائفي والتدخل في الشؤون الداخلي تمام. والسياسة التدخلية اللي تتبعها إيران باسم الطائفية في البحرين أيضا لا يمكن أن تقبل بهذا، والبحرين رأت أنه خطوة المملكة خطوة إيجابية. على فكرة هي هذه في نظرية ما يسمى engagement or disengagement تمام، بمعنى أنه اشتباك أو عدم الاشتباك، يعني الـ الـ التواصل ما الاشتباك التواصل يعني أو عدم التواصل. عدم التواصل طبقتها الإمارات والبحرين في علاقتها مع إسرائيل في التطبيع. هم رأوا أن الانجيجمنت بمعنى التواصل مع إسرائيل والمفاهمة وتطبيع العلاقة ربما يقود إلى سلام، لأن الديس انجيجمنت لم يقود إلى سلام. أنا بالنسبة لي اليوم النظرية هذه أطبقها على المملكة حينما ترى أن التواصل مع إيران هل هو أقل كلفة وربما يأتي بنتيجة أفضل، أو عدم التواصل وإبقاء خط أنا حاعود لهذا لأنه جدا مهم التواصل أو عدم التواصل. بس اسمح لي أخذ فاصل إعلاني ونعود. مشاهدينا ومستمعينا ابقوا معنا، فاصل ثم نعود. مشاهدين ومستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. ضيفي وضيفكم الدكتور عبد العزيز بن صقر للحديث عن عودة العلاقات السعودية الإيرانية. كنت أتحدث قبل الفاصل الدكتور عن التواصل وعدم التواصل. دكتور حتى الأمير فيصل بن فرحان تطرق لها في صحيفة الشرق الأوسط، الأساس بين الدول حتى في حالة العداء أن تكون هناك علاقات ولو على مستوى منخفض جدا. صحيح. هذا الأمر يجب نشرحه للمشاهد والمستمع. بعض الناس يعتقد أن الغضب غضب، أن الزعل زعل، السياسة لا تسير هكذا. صحيح. حتى في الحروب في قنوات خلفية لتجنب اصطدامات أو غيرها. نعم.
في ثلاثة يعني، أولا في الاعتراف بالدولة، الاعتراف بالنظام الرجيم، وبعدين العلاقة الدبلوماسية. تحفظ المملكة كان في موضوع العلاقة الدبلوماسية وعودتها، أنها لم تشعر بأن هنالك أمن كافي داخل إيران يحمي موظفيها ودبلوماسيها ويحمي المنشآت. وهذه اتفاقية فيينا اللي نصت على هذا الجانب، لأنه تكررت أحداث لسفارات أخرى بعد 2016 جعلت المملكة تتساءل هل هنالك قدرة حقيقية لدى النظام الأمني الإيراني تمام للحفاظ على هذه المنشآت. يبدو أنهم وصلوا قناعة الآن، أو أن إيران قدمت التطمينات والتأكيدات التي تؤكد على هذا الجانب، لأن تظل مسؤولية الدولة في الحفاظ على هذا الجانب. فهنا يعني تجاوزنا يعني هذه النقطة اللي كانت موجودة. أنا أقول ذا الكلام ليش؟ لأنه حتى الأمير فيصل فرحان قال إنه هذه عودة العلاقة لا تعني حل المشاكل. الآن لا، على فكرة أنت في عودة العلاقة أنا ما أبغى المشاهد والمستمع يعتقد إنه خلاص سمن على عسل. لا لا لا، لا أنت تفتح الحوار المباشر بدل ما كان الحوار هذا يتم عبر أطراف أو في بلدان أخرى مختلفة أو في هذا، أصبح الحوار مباشر ما بين الطرفين. يعني أنا أعطيك مثال في البيان الصادر اللي عن وكالة الأنباء السعودية، يتحدث البيان أنه تعلن الدول الثلاث أنه تم التوصل إلى كذا إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات، إعادة فتح السفارات، يتضمن تأكيدها على احترام سيادة الدول وعدم التدخل، واتفق أن يعقد وزير الخارجية البلدين اجتماعا لتفعيل ذلك كذا كذا، ثم اتفق على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما الموقعة في 22/1/1422 وهو عام 2001. نايف روحاني صحيح، هذه الاتفاقية اللي لم تنفذ. لا لا، بس هي هذه الاتفاقية هي تتعامل مع قضايا الأمن الداخلي وليس الأمن الإقليمي بشموليته. الأمن الداخلي بمعنى ماذا؟ بمعنى الجريمة المنظمة، بمعنى مكافحة المخدرات، بمعنى التسلل، بمعنى حرس الحدود بين البلدين. بين البلدين. طيب، لكنها يعني نفذت بعد ذاك الاتفاق بعد عودة العلاقات الأولى؟ هذا سؤالي اللي أنا أقصد. يعني هو وقتها كان الجو العام يختلف وكانت الرغبة موجودة، لأنه سبقتها اتفاقية في 98 ميلادي اقتصادية ثقافية جيدة طرحت مجمل يعني قضايا للتعاون. يعني الحكم في ذلك الوقت سواء في عهد الرئيس هاشم رفسنجاني أو الروحاني كان هنالك رغبة أكيدة لدى إيران أن تكون لها علاقة قوية مع المملكة، لكن وجود علاقتها الجيدة مع المملكة لم يمنعها من سرية البرنامج النووي وعسكرته. شكرا، هذه نقطة. يعني خطين متوازية كانت، لأنه إيران أقول لك حاجة، في عهد الشاه إيران كانت ترى أنها شرط المنطقة وأن هي مسؤولة عن أمن المنطقة وأنها لا تقبل أن يكون دور أقل من دور الهيمنة. انتهى الشاه وجاءت الثورة الإسلامية، بقيت هذه النزعة موجودة، فاستمر البرنامج النووي اللي أساسه بدأ 58 ميلادي بدعم أمريكي في جامعة طهران لإنتاج الطاقة الكهربائية، والشاه وقتها أسس منظومة كاملة ومؤسسة كاملة للطاقة الذرية، وكان لديه الرغبة أن ينتج حوالي 23,000 كيلو واط من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية في إيران. فهي أمريكا أول من دعم هذا البرنامج، ولذلك هو كان في مثل أمريكي يقول لا تترك الشاة حينما يغادر الأصدقاء، بمعنى أنك انتهى فترة الشاه جاء فترة جديدة، أبقينا الأسس اللي وضعت في ذلك الوقت لتطوير البرنامج النووي، وبعدين يعني أنشئت مع الشاه. تمام، خليتك تكمل كابل. نقطتي أنا أنه في عهد الثورة الإيرانية بعد آية الله الخميني أفضل علاقة للسعودية مع إيران كانت خلال هاشمي رفسنجاني ثم محمد خاتمي. صحيح، هي كانت مرحلة الانطلاق للمشاريع الإيرانية التي نعاني منها اليوم. صحيح. السؤال الآن، كيف أستطيع أنا في المملكة العربية السعودية، يعني مثلا في حوار الأمير فيصل بن فرحان مع الشرق الأوسط يتحدث عن التنمية، عن الاستقرار، عن الازدهار، كيف أتأكد الآن أننا سنسير بهذا المسار الاستقرار التنمية يعني ولا تتكرر قصة رفسنجاني وخاتمي؟ سمو وزير الخارجية أيضا هو لما يتكلم عن التنمية لأنه يعلم أن إيران سوق كبير مجاور ل 17 دولة لها حدود كبيرة تمام، لديها إمكانيات، هي منتجة للغاز ومنتجة للنفط ولديها أسواق كبيرة، فهو يشعر بأن الشعب الإيراني عانى من مشاكل وقضايا ضائقية داخلية، فالتوجه للتنمية سوف يخفف من حدة الأزمة. احنا ما ننسى انه لما اشتدت الأزمة الداخلية اول اجراء سووه اطلقوا سراح 10,000 سجين كانوا من سجناء الرأي والمسجونين في ايران. هذا ترك يعني فرصة ومجال كبير انه قضايا التنمية والناس حينما تنشغل بقوتها ومصدرها ويكون وضعها الاقتصادي افضل ما يكون هنالك توجه لثورات داخلية. يعني الثورات الداخلية أحيانا أحد أسبابها هو الضائقة الاقتصادية والإشكاليات المحلية والضغط حول قضايا الحريات
مداها. لكن بشكل عام هو أكد أيضا يعني في هذا الجانب أنه يريد إيران مستقرة وآمنة، يعني نريد التنمية الجيدة لإيران والوضع الاقتصادي متميز، ولكننا نريد أيضا إيران لا تدخل في شؤوننا الداخلية ولا تنطلق من هذه المنطلقات. خليني أنطلق من هنا في الشؤون الداخلية، لأنه حتى نص البيان اللي الثلاثي كان يتحدث عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية. خلينا نأخذ السياسة لغة مصالح، ما الذي ما هي المكاسب الحقيقية لكلا الطرفين، المملكة وبالنسبة لإيران، وما تعنيها على مستوى المنطقة، عشان بعد كذا في المحور القادم حنتحدث عن الصين والولايات المتحدة الأمريكية وعلاقتها بالسعودية والمنطقة. لكن خلينا ننطلق من لغة المصالح. الإيرانيين الآن أمامهم أكثر من 10 دول عربية، الآن بدأ الحديث عن اتصال مصري إيراني، وإن كان في يقال اتصالات بشكل مختلف، لا لكن هي قطعت علاقتها. على فكرة إيران قطعت، إيران لم تقطع علاقتها مع المملكة، المملكة هي التي قطعت، لكن في حالة مصر إيران قطعت علاقتها مع مصر. الآن الإيرانيين يتحدثوا ويريدوا علاقة، يريدوا إعادة بناء العلاقة وأهمية. خذني في 5 دقائق في هذا. أنا باختصار أشوف أن المكسب الرئيسي للمملكة هو تخفيف حدة التوتر لوجود أمن واستقرار في المنطقة. هذا كلام رح يدعو إلى ازدهار أفضل ووضع اقتصادي أحسن في هذا الجانب. أيضا رح يخفف أي لا سمح الله من أي أعمال إرهابية ممكن أن تكون في المنطقة باستخدام الميليشيات أو وضعها، وأيضا رح يوجد سياسة تنسيقية فيما يتعلق بالطاقة، لأنه البلدين منتجة للطاقة، وأي تنسيق يعني إيجابي فيما بينهم راح ينعكس إيجابي على إيران البلد الكبير الذي عنده مواطنين أو تعداد سكان فوق 85 مليون نسمة، أو على بقية المملكة وبقية دول الخليج. فأي تنسيق في العلاقة في الطاقة راح يعود يعني ينعكس. أيضا راح يفتح مجال ما يسمى بالأبيتات، الرغبة في الاستثمار في إيران، لأنها سوق كبير. يعني أنا أعرف شركات دولية كثيرة مستثمرة في إيران في سلع استهلاكية وخلافه، خففت من هذا الوجود وخفف بسبب توتر العلاقة. بس ماذا عن العقوبات المفروضة على إيران؟ ما هو العقوبات هنا قضية أخرى ثانية. حينما تكسب أنت الجولة عربيا هذا سوف ينعكس إسلاميا، كمية الدول التي سوف تكسبها بعلاقة المملكة معها ومجموعتها وتأثير المملكة عبر مجموعة 20 وكذا. إيران ترى أن هذا مكسب كبير لها، لأنه ممكن أن يساهم في هذا الجانب. هو للأمانة القضية الأساسية أنا أشوف أنه مدى استعداد إيران على تغيير سلوكها، على وقف كل هذه النقاط والتحول، يعني فليب ذا كوين، أدر العملة الوجه الآخر. بمعنى إذا استطاعت إيران أن تنتقل للوجه الآخر، الانفتاحي التنموي الأمني السلمي الكذا، راح يمكن النظام من الاستمرار، راح يوجد حياة أفضل للناس، علاقة دول جوار أفضل يعني بالنسبة لها، وتنمية اقتصادية واسعة. اليابانيين أوقفوا كل استثماراتهم في اليابان اللي كانت مفروض تكون في محطات الطاقة، وأيضا في محطات الريفاينري اللي هي المصافي والبتروكيماويات، أوقفت مشاريع كثيرة يعني لم تتم. وإيران يعني ممكن يكون عندها مجال كبير، والأسواق العالمية بحاجة إلى كل هالمنتجات. طيب هل تفاجأ العالم بالموقف السعودي؟ صحيح في كثير تفاجأ، ولكن أنا يعني إحساسي الشخصي أن المملكة أبلغت الدول الأوروبية والأصدقاء يعني قبل بليلة بهذا الموضوع تمام، أنه يعني غدا سوف يعلن. لكن أنا هذه مصلحتي، مو مطلوب مني أن يستشير الآخرين، أنا أبلغك أهلا وسهلا، ما في مشكلة أني أبلغ الأصدقاء. ولذلك لو لاحظت في البيان الأمريكي يقول نعم نحن على علم، على علم لأن أبلغ يعني أبلغ قبل بليلة، يعني أبلغ بمواعيد محددة، يعني مواعيد محددة تمام. لكن مو يعني ما هو مطلوب أن أستأذن الآخرين في علاقة ثنائية بيني وبين لا دولة. أنا ما أقول استئذان، أنا أقول فوجئوا لأنهم لم يقرأوا المملكة جيدا، لأن القراءة كانت تخضع لتشويش عالي، صحيح دعاية ابتزازية جدا، ابتزاز مش استفزاز، ابتزاز. فلاحظنا في مقالات كثيرة حتى في الصحافة الأمريكية الضخمة، يعني دكتور دعك من المقالات، المواقف السياسية، التصريحات اللي تصدر من بعض القيادات مثلا في بالذات الولايات المتحدة الأمريكية. بينما أزعم إذا يعني حينما تأتي الولايات المتحدة تقول سوف نعيد تقييم علاقتنا مع السعودية، أهلا وسهلا، إحنا حابين أن تعيد تقييم علاقتك، ونحن سوف نعيد تقييم علاقتنا، ننطلق من مصالحنا، الشراكة الاستراتيجية. لكن العالم بيعيد تقييم أوضاعه، وهم لا زالوا يعيدوا تقييم العلاقة. اللي بقوله إذا توافقني من اتفاق العلا، أعتقد أنه أي سياسي جاد كان يستطيع أن يلمح إعادة التمحور السعودي بقيادة محمد بن سلمان ولي عهد السعودية. هذا صحيح، صح ولا لا؟ هذا صحيح، أنا أتفق معك أن الانطلاقة الحقيقية كانت لسمو ولي العهد حفظه الله في
قمة العلا أولا في ترتيب البيت الخليجي، وهذه نقطة مهمة جدا، لأنه عشان تنطلق إقليميا وعربيا وإسلاميا ودوليا انطلق من موقعك، انطلق من موقعي. فكان ترتيب البيت الخليجي وهو قاد هذه العملية باحترافية جميلة، وأنا كل ما أتذكر صورة سمو ولي العهد مع أمير قطر الشيخ تميم وهم مع بعض في سيارة واحدة مبتسمين، يقود السيارة هو ويأخذ ويوريه العلا، كانت لقطة جميلة تؤكد على أن خليجنا وجد ليبقى. وأنا بالنسبة لي أتمسك بكل ما أوتيت بقضية الوحدة الخليجية. نعم، هو لأنه في براغماتية في اتخاذ القرار، صحيح. في استقلالية في اتخاذ القرار، في ميزة تميز المملكة العربية السعودية اليوم وهي سرعة اتخاذ القرار. أعتقد الدعاية وشيطنة السعودية اللي أنا سميها شيطنة السعودية أعمت الناس عن ملاحظة هذا الأمر. صحيح، لا هنالك قرارات سريعة وواضحة، يعني ما في كلام، ويعني بإذن الله تعالى المرحلة القادمة مرحلة مزدهرة قوية، يعني أرادت لها القيادة الحكيمة أن تنهي الإشكاليات، أن توجد علاقة توازن، أن تؤكد على استقلالية مواقفنا، وأن تنفتح اقتصاديا حول العالم. يعني اليوم ما أعلن عن الصفقة السعودية الأمريكية الكبيرة، أبجي في المحور الثالث، الأخير لا تحرق لي إياها. مشاهدين ومستمعين أبقوا معنا، فاصل ثم نعود. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم مره اخرى. ضيفي وضيفكم الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للابحاث. كنا نتحدث عن عوده العلاقات السعوديه الايرانيه، وصلنا الى كنت تريد ان تتحدث عن طيران شركه الطيران. ربما قبل ذلك يعني ابغى اتكلم ليش الصين، لا انا جايه بس انا بقول شيء. الان لما تلاحظ الموقف السعودي، كنا نتحدث عن ما قام به سمو ولي العهد من قمه العلا الى الان، نحن امام ملمح سعودي ليس اقليمي، سعودي دولي. صحيح، توافقني بهذا؟ طبعا. كيف؟ اولا من هنا حكينا عن الصين. طبعاً. لماذا الصين؟ لاحظ انت انه هو في يعني كيف رتبت المملكه علاقتها مع روسيا. هي اكدت على ثوابتها فيما يتعلق بموضوع الاستخدام العسكري في اوكرانيا، انها ضد الاستخدام، اننا ضد الاستخدام العسكري، ضد الاحتلال، ان مع وحده اوكرانيا، وصوتت ضدهم مرتين، وصوتت ضدهم في الامم المتحده وفي قرارات مجلس التعاون وكذا. فيعني هذا موقف، ودعمت اقتصاديا وساهمت في اطلاق سراح رهائن. هذا الموقف كان ثابت بالنسبه، لكن بالمقابل قضيتين، هي لم توافق على قطع علاقتها مع روسيا، والنقطة الثانية والمهمة، لم تقبل أن تكون جزء من المعسكر الذي خلقته الولايات المتحدة لعزل روسيا، لأن هي بتقول أنا مالية نفس، يعني ما أنا مصلحتي تختلف، أنا مصلحتي إبقاء العلاقة مع روسيا بشكل آخر. نعم. هذا الموقف أيضا في الصين، لأنه ما تنسى أنت حينما زار الرئيس الأمريكي أحد مطالبه في قمة جدة كان هو تخفيف العلاقة مع الصين، وقال لن نترك فراغ وسوف نملأ الفراغ، هو كان يؤكد على موضوع روسيا والصين بالتحديد. لكن المملكة رأت أنه مصلحتها أن تكون لها علاقة متميزة مع الصين ومع روسيا. مع الصين أولا من الأسباب المهمة أن هذا الاتفاق طالما وصل الأطراف إليه، فأنت تريد دولة كبيرة عضو في مجلس الأمن أن تكون يعني متواجدة في اتفاق مثل هذا. أمريكا لن تقبل بها إيران، فرنسا وبريطانيا أيضا هناك مشكلة أن تقبل بها إيران. روسيا مشغولة في حرب، فالصين هي الدولة الصديقة للطرفين. المملكة تصدر ما يقارب 20% من إنتاجها النفطي إلى الصين، وأيضا الصين تستورد أكبر مستورد من إيران. العلاقة الاقتصادية علاقة كبيرة وضخمة ما بين الأطراف بشكل عام. أيضا الصين لها مصداقية، وهي أبدت الرغبة بعد بيان جدة 9 ديسمبر، أيضا هي الصين أبدت الرغبة أن تدخل طرف دولي ليس ضامن في الوقت الحاضر، ولكنه طرف يحث الأطراف ويشجع، ويعني تدريجيا ربما تتحول هذه لسبب، لأنه أيضا الصين أبدت رغبتها واتفاقها مع إيران لاستثمار 400 مليار دولار على مدى 20 سنة في إيران. فأيضا بالنسبة لإيران هذا استثمار ضخم ولا تريد أن تفقد. بس أنت قلت كلمة مهمة، قلت أن الصين ليس الضامن إلى الآن. في مقابلة الشرق الأوسط الأمير فيصل فرحان يقول لقد جاء هذا الاتفاق برعاية ووساطة جمهورية الصين الشعبية. واحد بقول لك. اثنين، بنود الاتفاقية لسه ما أعلن عنها اللي وقعت. احنا على التلفزيون بس حقول لك، أنا صحفي في الأخير، مصادري تقول أنه في بنود كثير، أهم شيء في هذا كله أنه الصين ضامن للتأكد من تطبيق هذه الاتفاقات. كويس،
ولا عندك معلومات تختلف عني؟ لا أنا ما عندي معلومات، بس أنا أقول أنا كلمك كصحفي. لا ما يهم، بس أنا بالنسبة لي تحليلياً أقول طبيعة نوعية الضمان هذه مهمة. يعني أنا أقول أنه تلتزم إيران بتطبيق هذه البنود في الاتفاق، ممتاز، اللي عدم التدخل في الشأن الداخلي، هذه قضية احترام السيادة قضية مهمة، أو ما اتفقوا عليه ولكن ربما أنه في هذا الاتفاق في الوقت الحاضر لم يتطرق لكل البنود، لأنه ما ننسى في تصريحات أمس واليوم من يعني بعض وسائل الإعلام التابعة لحزب الله والحوثيين وكذا، يحاول يقولوا إحنا ما ندخل بهذا الاتفاق، يعني ذول سامح، وهذه أذرعهم. معلش يسامحني المشاهد والمستمع من بلاقي تعبير أفضل، ذول فرفصوا على ما قالوا. صحيح صحيح، لأنه إذا اتفقت السعودية وإيران فتنتهي هذه الأدوار يعني بشكل عام. هو الآن قلت لك العبرة بالسلوك الإيراني وكيفية تغير تصرفهم، يعني هذا المؤشر الحقيقي الذي يجب أن. أنا ما أبغى أبعدك عن الموضوع، بس كان الحديث عن الصين ودورها وأهميتها. صحيح. يعتقد السعودية لعبت كرت شديد الذكاء، دولة بقوة الصين الآن أصبحت مصداقية إيران على المحك أمامها. صحيح. ليس بما تراها الصين، ولكن صحيح. بما التزمت فيه إيران للصين. صحيح. 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 لأنه يعني وهذا مهم، لأنه أيضا قلت لك الملاذ الوحيد اليوم بالنسبة لإيران هو الصين. هي في العزلة التي فيها، الوحيد اللي قادر أن يشتري النفط ويدفع بالإيوان أو يقدم بضائع لها أو يبقي خطوط الملاحة موجودة هي الصين، أما البقية تخلوا عنها. حتى أوروبا اللي كان لها علاقات قوية مع الصين الآن لا تستقبل الدبلوماسي الإيراني عند لديها، بالذات بعد موقف إيران مع روسيا فيما يتعلق بقضايا الطائرات المسيرة واللي اكتشفوها في أوكرانيا يعني أنا الحقيقة المهم أن أوروبا التي عاندت كثيرا ورفضت كثيرا وجدت أن كلام المملكة وتحفظ المملكة اللي كان موجود في السابق وذكر المملكة للتهديدات التي كانت تمثلها إيران بات واقعا على الأرض، وبدأ يشوف الحقائق والثوابت موجودة فيها. طبعا لأن الضغط بدأ يزيد على إيران والعزلة زادت على إيران، أصبح مصلحتها المنفذ والملاذ هو أن تتفق مع السعودية وأن تكون الصين ضامنة لهذا الجانب. هذا الضمانة سوف تعطي فرصة أفضل. طبعا سألني أحد الإخوان قال لي من أكبر الخاسرين؟ قلت له إسرائيل لأن إسرائيل كانت تتمنى بقاء هذا التوتر حتى تستطيع أن تنفذ بقية أجندتها فيما يتعلق بإيران، بالذات في ربما توجيه ضربات عسكرية، لا سيما أنه كان هذا الطرح موجود خلال زيارة المستشار الأمن القومي الإسرائيلي لواشنطن الأسبوع الماضي، ولا زال موجود وما زال موجود. لكن مثل ما تفضلت فور الحلقة، السعودية غير معنية بالنسبة لعملية الضربة العسكرية. صحيح. وتستطيع إيران أن تفوت هذه بالتزامها، يعني إيران كلما استطاعت أن تلتزم سوف تفوت هذا السيناريو على إسرائيل. لأنه اليوم أنا سؤالي يعني إذا كان الهدف من البرنامج النووي هو فرض هيمنة وسيطرة على المنطقة لتحقيق مكاسب، فالدليل أمامها أنها يمكن أن تحقق مكاسب دون أسلوب فرض الهيمنة بالبرنامج بعودة النووي، علاقات بعودة علاقات قبل وجود السفرة قوية وممتازة. تمام. ولا سيما أنها هي دعيت يعني والمملكة حتى يعني دعيت لاتفاقية شنغهاي. تمام. وهذا مهم. طيب ما هي انعكاسات الموقف الصيني بالنسبة للاتفاق السعودي الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني سوينجينج تتمرجح ما بين الاندهاش، ما بين التشكيك، ما بين القول بأنه أمر جيد للمنطقة، لم تستقر على رأي، علما أنه صدر وإحنا نتحدث صدر البيان من البيت الأبيض كنا نتكلم عنه عن صفقة الطائرات والبيت الأبيض يتكلم عن معلش هذا الخط مرة صغير يتكلم طال عمرك عن الشراكة اللي هي يقول another milestone في ثمانية عقود، إنه الشراكة صحيح. الكبيرة بين السعودية لأنه يعني كعقد تجاري حجم 37 بليون دولار ضخم جدا وكبير. على كل أنا بقول حاجة، الصين ليست بديل الولايات المتحدة الأمريكية. علاقتنا مع الولايات المتحدة أنا سؤالي معلش والله سؤالي مش شعبوي بس هذا بيان من البيت الأبيض عندما يتذكر العلاقة ثمانية عقود. نعم. إحنا كنا نحكي قبل شوية عن إعادة تقييم العلاقة. صحيح. يعني احنا لانه هو من يعني طرح هذا الطرح حينما لم تستجب المملكه لرغباته اللي هي كانت فيها فرض. تمام. هو قال انه احنا وي وري اسس يعني سوف نعيد تقييم العلاقه. المملكه قالت له تفضل، يعني انا بالنسبه لي في ابعاد اقتصاديه وامنيه وسياسيه وعسكريه في العلاقه مع الولايات المتحده الامريكيه. ما تنسى جاءتنا خيبات امل من فتره الرئيس اوباما الى المرحله الحاليه. تمام. هي بدات من اوباما لانها خفض التواجد، اعاده تموضع القوات،
عدم يعني عدم السماح ببناء القدرات الدفاعية التي كانت بحاجة إليها المملكة ودول الخليج أن توفرها. الإمارات لا يلبى طلبها بنوعية الطائرات F-35 المطلوبة، والمملكة منظومة الدفاع الجوي تتأخر، ويعني طلبات وقضايا. أوباما تجاهل كل الدول العربية، قال تقاسموا المنطقة أنتم إيران والسعودية. هو على فكرة الاتفاق 2015 أعطى إيران الإحساس بأن هذا ترخيص لها لبسط الوصول والتوسع وفرض هيمنتها في المنطقة، فلذلك زي ما قلت أنا أنه يعني العلاقة مع الصين ليست بديل لأمريكا، ولا ترى أيضا الصين نفسها أنها بديل عسكري وأمني للولايات المتحدة الأمريكية على فكرة. يعني دائما الصين واضحة في هذا الموقف. الدرس واضح لأمريكا بأن السياسة اختلفت، وأن التوازنات السعودية مهمة. السعودية تنطلق من مصالحها، إذا أرادت علاقة جيدة ومتميزة مع السعودية فأبسط مثال ما تم إعلانه، والبيت الأبيض ليس شركة بوينغ التي تتحدث عن هذه الصفقة، ولكن البيت الأبيض يقول أن هذه الصفقة سوف توفر 1,000,000 وظيفة في الأسواق الأمريكية. صحيح. أن حجمها الأكبر تمام كعلاقة تجارية بعد الهند، 30 بليون دولار بعد الهند يعني. ولكن أيضا وأنا أتذكر بثمانية المملكة 30 مليون نسمة والهند 1,500,000,000 نسمة. فهم أنا أقصد أبو أحمد، أنا أقصد السياق اللي وضع فيه بعدها تلك الحملات. يعني خلينا أقول شيء، معلش أنا ما شجع نظرية المؤامرة، إحنا نعرف بعض عمر. صحيح. لكن أبو أحمد فسر لي بعد زيارة جدة وبعد قصة أوبيك بلس وعاد الهدوء في العلاقة السعودية الأمريكية، انقفل الانتقاد في الإعلام الأمريكي. صح. هدوء إلى درجة غريبة يعني. بل بالعكس، أنت لو قريت يعني الواشنطن بوست والنيويورك تايمز اليومين الماضية عن ملامة البيت الأبيض في أنه هو كيف فرق في سياسته وخطأه مع السياسة السعودية اللي جعل مجال للصين أن تلعب دور مهم كان يفترض أن يكون هذا الدور الولايات المتحدة. لكن حقيقة الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور في وساطة في العلاقة مع السعودية، يعني بين السعودية وإيران. هي دائما كانت تدعو، أنا أتذكر الأمين العام للأمم المتحدة طلب من مجموعة أن نكتب له أوراق حول كيفية وأسلوب خفض التوترات. يمكن تتذكر أنا نشرت مقال في النيويورك تايمز كان، واللي هو دعوت يعني فيه مع يعني كاتب إيراني آخر يعني دكتور حسين موسويان في ذلك الوقت، كان المقال يدعو إلى Is it time؟ هل حان الوقت للقيادتين تمام أن يكون هنالك مفاهمة؟ ربما كنا متقدمين سنوات يعني، هذا من عام ونصف تقريبا أو عام لا أكثر شوية يمكن تمام، لكن على كل يعني لأنه شيء طبيعي بالنسبة لي أنا أن تعود إيران إلى منطقة الصواب والعقل، أن تحسن علاقتها مع المملكة العربية السعودية. طيب أنا عندي أقل من دقيقتين أبغى أسألك هذا السؤال. حاضر. نحن نراقب المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، بقيادة الملهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نرى المملكة العربية السعودية، اتفاق العلا، القمة الأمريكية، القمة الصينية، الموقف من روسيا، زيارة كييف، عودة العلاقة مع إيران. لو على فكرة إن شاء الله عندنا قمة عربية جاية وقمة أفريقية في هذا، هنالك قمم أخرى. لحظة يعني أنت بتشرد من سؤالي لأنك عارفه. إحنا الآن بننظر للوحة شطرنج سياسية، الخطوة القادمة النكست موف سعوديا، ما هقول لك وشي، بس تتوقع شيء آخر يفاجئ العالم؟ والله لن أستغرب يعني شخصية ولا دفتر المفاجآت لا مع ولي العهد ما تخلص ما نستطيع يسابق الزمن وهو دائما أنا قناعتي إنه change before you have to، غير قبل أن يفرض عليك التغيير. تمام. فهو يقود هذه النظرية وهو يغير ما هو مطلوب للتغيير، ولذلك شاهدنا ما حدث يعني أمانة من 2015 إلى اليوم في المملكة العربية السعودية والتغييرات اللي حصلت شيء على كل مستويات، يعني عملية مذهلة. لكن أنا ما زلت أتوقع أن الدور بالنسبة للمملكة، يعني أنا ذكرت مؤتمر أفريقي وذكرت مؤتمر القمة العربية، مواقف أخرى كبيرة، ربما هذه السنة سوف يتم دعوة الآسيان، يعني منظومة الآسيان الآسيوية تكون ضمن يعني في مع مجلس التعاون، في قمة مجلس التعاون. إذا على ذكر آسيا، عودة العلاقات مع تايلند. صحيح. هو من قاد هذا العمل، ما في شك، ولي العهد هو من قاد كل ذلك. دكتور، الحديث معك لا يمل. شكرا. نلتقيك إن شاء الله في حلقات قادمة. مشاهدينا ومستمعينا، كان هذا كل شيء في حلقتنا لهذا الأسبوع، دمتم بكل خير.